إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبة للمرأة، إذا كانت حائض أو نفساء، خصها تعرف كي يسقسيوني النساء أن الحيض ودم النفاس زيد يجعل المرأة تزيد في حالة لا تصلي، ما تصليش زيد، وما تصومش زيد، ولا تحل زيد لزوجها أن يطأها. هذو ثلاثة. الآن طهرت، إذا طهرت واسمو ترد الأيامات اللي ما اللي حاضتهم، تردم ولا ما تردمش؟ قال دائما يسقسوني النساء، واش ترد الايامات ديال الايامات اللي حاضت ترد الصلاه تاعها ولا ما تردش؟ لا، سمعتي مزيان، المراه اذا طهرت من حيضها وحضرت 6 ايام ولا 7 ايام ولا 15 يوم، لان الحد الاقصى هو 15 يوم، ما تردش. علاش ما تردش؟ رحمه بالمراه، ولان هذا كتبه الله على بنات حواء ياك، ولان الصلاه كاين 5 في النهار، معناها ستجد مشقه. الصيام تردوا ولا ما تردوش؟ نعم الصيام تردوا، لانه هو شهر في العام فقط. اذا لا تردوا الصلاه، لا تقضي الصلاه، ولكن تقضي واسمه الصيام. الان ان شاء الله تعالى طهرت الاخت بالنفاس ولا بالحيض فوقاش قبل المغرب، واسمه ترد في الصلاه. نسقسيكم يا بناتي، واسمو تردي؟ طهرتي مور العصر حتى المغرب، واسمو تردي؟ واسمو تردي الظهر والعصر تاع ذاك النهار؟ عقلوا مزيان، الله يجازيكم بخير. إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل غروب الشمس ترد صلاة النهار الظهر والعصر، وإلا طهرت مور العشاء ترد واسمو المغرب والعشاء، وإلا طهرت مع الصباح قبل بالظهر ترد صلاة الصبح. مفهوم هذا الشيء ولا ماشي مفهوم؟ مفهوم ولا مفهوم؟ إلا طهرتي قبل غروب الشمس أتردي الظهر والعصر صلوات النهار، إلا طهرتي مور العشاء تردي المغرب والعشاء صلوات الليل، وإلا طهرتي قبل بالظهور تردي صلاة الصبح. أرجو أن يكون هذا واضحا، وصلى الله على حبيبنا محمد.